تصنف إلى صنفين، الأحجار الكريمة والأحجار شبه الكريمة. الأحجار الكريمة تعتمد على مادة السيليكا اللي هي مزيج بين الحجر وبعض الشوائب، أو مادة اللي تفرسها مثلا أكو من البراكين وأكو من الأشجار، تصير يعني النباتية، وأكو لا الخام الحجر الموجود، وبعض الأحجار تكون بها الروحانية اللي تتصنف إلى السليماني مثل ما هو معروف، أو السلطاني أو الداودي أو المريماني العفو. هذه المجموعة تعتبر من الناحية الروحانية. كثير من الناس تؤمن، وكل بعض لا ما يؤمن، يعني كل ما حسب رأيه وحسب تجربته. بعض أعضاء مجلس النواب الحكومة الحالية والسابقة طلبوا بعض الأحجار حالية والسابقة، وأكثرهم انتبه لهم، أكثرهم أتهم من هاي الأحجار ويؤمنون بها إيمان مطلق بها. اللي رادوا شنو يعني؟ اللي رادوا اللسان أو هذا واحد، لا أكو مثلا يقول لك مثلا أكو حجر لجاه وجه يشتغل، لا أكثر شيء طلبوا ضد الرصاص. والله طلبوا ضد الرصاص، انتشر بهاي الفترة الأخيرة الطلب على حجر ضد الرصاص من اثنين، وهو اثنينهم نفس المنحة، أعضاء مجلس النواب وتجار المخدرات، وهم واحد يحمي الثاني على فكرة، واحد يحمي الثاني واحد يمول الآخر. هذولي يقول لك حتى أنا أتواجه ويا هذه، لأنه تجار المخدرات يملكون المليارات وليس الملايين، وكذلك أعضاء مجلس النواب. موجودة أحجار اللي تتعلق بالفساد والعياذ بالله وإلى آخره من هاي المسائل، موجود ومو كل واحد يبيعها، ومع العلم مبالغها أكثر ما تتصور أو تتخيل. يعني مثل الهبهاب هذا اللي معروف واللي نازف وأكو جامد اللي يسمون به نوعيات، الناس تتاجر به مو كل واحد يعني، وعلى فكرة صار به مخشوش بشكل، هذا يسموه الفرعوني، ينحتوه نحت واضح. ها تفضل صور، يعني حتى قيمته يقول لك بكذا، مبلغ بمئة بمئة وخمسين بمئتين وخمسين، ثلاث ورقات يقول لك هو بألف دينار تاخذه. هي ما ممكن، مال رزق وهو قاعد مبسط بشارة ويبيع ما رزق يستفاد من هاي معروفة. مثل هذا يقول لك ها أكو طلقة، أكو خرزة ضد الرصاص لقوها بجيب واحد مقتول، يعني صارت مثار استهزاء، لأنه صارت بكثرة، لأنه من هب ودب دخل بهذا العالم بهذا المجال البيع مات هي ترى فعلا أكو مرزق حقيقة، يعني مو أنا اللي أقولها، مئات بل ملايين الناس اللي يقولون عنها اللي مجربة ولكذا. بعدين بهاي الفترة ترى انتشر، هسه شوف هاي الأكوام الموجودة، هاي تاخذ على 1000 دينار على 500 دينار، صدقني. بالنسبة لوجهة نظر أنا أعتبرها كلها خرافات وهوسة، يعني خرزة تقطع الدم، وخرزة تجيب الرزق، وخرزة تجيب المحبة. المحبة إذا كانت المحبة محبة من الله، والرزق إذا رزق من الله، ويقطع الدم. يعني أنا هسه إذا أجيب سكينة وأفتح صدره كله يقطع الدم، هاي الخرزة يقطع الدم. زين إذا نفترض أن كلهم موجودين، يعني الله دوره بالموضوع شنو؟ يعني إذا خرزة تجيب للرزق، وخرزة تجيب للمحبة، وخرزة تجيب للشجاعة، وخرزة ما تموتنا بطلقة، وهي ضد الرصاص ما تموتنا بطلقة، يعني درب العالمين شنو بالموضوع؟ ها كله للخرز، واحنا نعيش على الخرز وانتهى الموضوع. انا عبد الخرزة منه وهيك وانتهى الموضوع.